المركز فكرته جدا مهمة كفكرة وقائية وليست علاجية. الكلام كتير مهم إنه إحنا بنحكي عن فئة بتتراوح أعمارها دون 18 سنة، اللي هي فئة المراهقة، فئة المراهقة اللي بتتطلب تغييرات جسمانية ومشاعر انفعالات. بصراحة إذا حكينا عن التحديات اللي بتواجهها المراكز، هي تحديات نقدر نقول تحديات اجتماعية، تحديات نفسية، تحديات اقتصادية. أول ما جيت على المؤسسة كنت خايف شوي، هيك استغربت يعني في أساتذة وفي مدرسة زي مدرسة، يعني الواحد تتعلم الرسم، تتعلم الإنجليزي، بتتعلم رياضيات، عربي، يعني بتتعلم شغلات كثير. تعلمت القراءة والكتابة، يعني عن جد شيء حلو. هو مش زي سجن، بس الواحد شو بحس إنه بس يعني اللي أهله مش جنبه، اللي هو مش سجن هين. جيت على المركز، في كتير ناس حكوا عني اني رح افشل بحياتي ومش رح اسس حياه وانساني فاشل واي شيء بتمسكه بيدي رح يخرب، بس بالرغم من ذلك تحديت كل اللي حوالي واجيت على هالمركز وتعلمت الحاسوب. الحاسوب كنت اول مره بحياتي بقعد عليه هون بالمركز، انا ما عنديش حاسوب بالبيت، لان انا كنت بالبدايه خجوله، اسحى احكي مع مين ما كان يكون، اسحى اقعد مع الناس، كثير عندي انطواء. بعدين لما جيت على المركز علموني كيف اواجه العالم اللي حوالي، كيف احكي مع مين ما كان يكون، ما كانش عندي خجل ولا اي شيء. نعمل على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً، توفير حياة كريمة لهم من خلال تأهيلهم مهنياً على مهن تتناسب قدراتهم وإمكانياتهم، محققين بذلك طبعاً العدالة اللي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. هم أفراد من هذا المجتمع، المجتمع الفلسطيني بحاجة لرعاية، بحاجة لتمكين، بحاجة لاهتمام. الطاقة الاستيعابية هون للمركز بحدود 80، في عندنا حاليا 87 شخص على في التخصصات المختلفة، على المهن الموجودة المختلفة. طبعا في عندنا كادر بتكون من 20 في مجالات، سواء مدربين أو أخصائيين في الإرشاد والدعم في الهندسة، من أجل متابعة المعدات، في المتابعات الطبية. المؤسسات والمنشآت ما عندها وعي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وهناك قانون يعني مسنون في المجلس التشريعي اللي هو 5% تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، ما عندهم لسه هذا الوعي، القانون هذا مغيب تقريبا. قدمت للدولة كتير شغلات أنا كنت بطمح لأني أقدم لها لقدام، كأني تصميم الأزياء المحترف على فساتين سهرة أو شغلات أنا حاب أعملها، وتفوقت كثير بالمركز واثبتت حالي كثير بشغلات، وحسيت حالي انه فعلا وصلت للشيء اللي بدي اياه. بدايتي اول ما دخلت المركز كان في عندي كثير مشاكل بشخصيتي، بثقتي بنفسي، تعاملي مع الناس، وحتى يعني بطريقه الكلام وهي الشغلات اللي اصلا هي بتحبب الناس بالانسان، بتحبب الواحد بالانسان. طبعا من خلال هذا دوريات، من خلال الاساتذه والمرشدين اللي اعطوني الشغلات والنصائح، صار عندي ثقه بنفسي وثقه بشغلي. اسمي منذر نذير عبد الله خياب الرب، قباتي جنين، تعلم في قسم الإحدادي مركز تأهيل الشباب جنين. أنا إياس محمود أبو حماد من رماني، عمري 16 سنة، بدرس في مركز تأهيل الشباب في جنين، وتحسنت أنا للأحسن من البرامج اللي قدموا لي إياها المركز تأهيل الشباب، وكنت أنا أخجل أحكي مع الناس. بحب أشير إلى استراتيجيتنا في وزارة الشؤون الاجتماعية
انه احنا عملنا في الدرجه الاولى تقديم الحمايه والرعايه للفئات الضعيفه والمهمشه مثل الاشخاص ذوي الاعاقه والاطفال والمراه والاسر الكبيره والفقيره والمسنين واسره بترأسها سيده. كمان استراتيجيتنا بترتكز في الاونه الاخيره على تطوير العمل الاجتماعي من مستوى الاغاثه الى التنميه عن طريق تقديم البرامج والخدمات والتاهيل. الطلاب لما بيجوا عندنا بيكونوا في ضائقه، معظمهم بيكونوا قضايا اجتماعيه، معروف القضية الاجتماعية بتكون بتعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، فالطلاب من أبناء القضايا الاجتماعية بيكونوا بيعانوا من صعوبات في التكيف. عندي طاقم رائع متخصصين، كل واحد منهم عبارة عن مدرسة في الخدمة الاجتماعية، بنشتغل وبنبدع رغم كل الصعوبات اللي بنعاني منها. في عنا الأقسام الموجودة عنا غير كافية، احنا بنتعامل معهم على انهم اولادنا، بنعمل جاهدين على انه نأهلهم ونوصلهم لبر الامان. وكمان حتى بعد التخرج بعد السنتين احنا من يعني نكون بمتابعتهم وايجاد فرص عمل لهم.